بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. مرحبا بكم أيها الطلبة أيها التلاميذ في درس جديد من الأسماء الموصولة. تقديمي أنا الأستاذ فتوش حكيم. فلنبدأ على بركة الله. مفهوم الاسم الموصول. لكي نتعرف على مفهوم الاسم الموصول إذن يجب أن نبدأ بهذه الأمثلة التالية. أحب أمي التي سهرت من أجلي. أتابع أحب أمي. هل الجملة السابقة معنى تام؟ الإجابة لا. نلاحظ مثال التالي. أحب أمي التي. هل بقيت الجملة تامة المعنى؟ الإجابة لا. إذن ما الكلمة التي جعلت الجملة غير تامة المعنى؟ الإجابة هي كلمة التي. كلمة التي أهي اسم أم فعل أم حرف؟ الإجابة نعم إنه اسم. هل الاسم التي له معنى ودلالة واضحة بمفرده أي حينما نذكره لوحده هل يؤدي دلالة؟ الإجابة لا. إذن لا نستطيع. هل يحتاج الاسم التي إلى وصله بجملة بعده توضح دلالته وتتم معناه؟ الإجابة نعم. فمعناه مرتبط وموصول بالجملة التي بعده. نتابع. ماذا نسمي الاسم الذي لا يتم معناه إلا بوصله بجملة بعده؟ الإجابة إذن جيد هو الاسم الموصول. نتابع. أحب أمي التي سهرت من أجلي. ما الجملة التي أتمت معنى الاسم الموصول التي؟ الإجابة إذن هي سهرت من أجلي. ما الذي أو ماذا نسمي الجملة التي تأتي بعد الاسم الموصول وتتم معناه؟ الإجابة نعم إذن هي جملة صلة الموصول. نتابع. أحب أمي التي سهرت من أجلي. وبعد هذا الشرح الوافي ماذا نستنتج؟ نستنتج أن الاسم الموصول هو اسم لا يتم معناه إلا بجملة تأتي بعده وتسمى صلة الموصول. إذن لدينا الآن بعض الأمثلة التوضيحية. نتابع. نجح التلميذ الذي ثابر على الدراسة. نجحت التلميذة التي ثابرت على الدراسة. نجح التلميذان اللذان ثابرا على الدراسة. نجحت التلميذتان اللتان ثابرتا على الدراسة. نجح التلاميذ الذين ثابروا على الدراسة. نجحت التلميذات التي ثابرن على الدراسة. نجحت التجارب التي أجريت في المختبر. الآن سنتعرف ما هي الأسماء الموصولة. فلنتابع. الذي على ماذا يدل؟ إذن هو للمفرد المذكر. والتي الإجابة جيد هي للمفرد المؤنث ولجمع الغير العاقل. اللذان إذن هو للمثنى المذكر. أما اللتان فهي للمثنى المؤنث. الذين إذن هو لجماعة الذكور. أما اللاتي فهي لجماعة الإناث. القاعدة الاسم الموصول هو اسم لا يتم معناه إلا بجملة تأتي بعده وتسمى صلة الموصول، وهذا ما تعرفنا عنه من قبل. وأسماء الموصولة هي الذي
للدلالة على المفرد المذكر التي للمفرد المؤنث ولجمع الغير العاقل، اللذان للمثنى المذكر، اللتان للمثنى المذكر، أما الذين فهي لجماعة الذكور، أما اللاتي أو اللائي فهي لجماعة الإناث. إذا لدينا تمرين ولنقوي مع أنفسنا، استخرج الأسماء الموصولة فيما يأتي. إذا الجملة الأولى: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، كبرت الشجرتان اللتان زرعتهما، فاحت رائحة الأزهار التي بالحديقة، هؤلاء الفتيات اللائي شاركن في المسابقة، هؤلاء الطلاب الذين شاركوا في المسابقة.